أرسلت القوات الإسرائيلية تعزيزات عسكرية إلى مدينة الخليل تحسباً من وقوع مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين غداة مقتل محمد السليمة. وأطلقت القوات الإسرائيلية العيارات النارية والقنابل المسيلة للدموع بعد أن قذف الشبان الفلسطينيون الجنود الإسرائيليين بالحجارة، مما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المحتجين. وتضاربت الروايات الفلسطينية والإسرائيلية حول مقتل السليمة، إذ يقول الإسرائيليون إن إحدى المجندات في حرس الحدود أطلقت الرصاص عليه بعد أن رأت مسدساً معه تبين لاحقاً أنه دمية، في حين تقول عائلة الشاب إنه كان أصماً وإنه لم يفهم تعليمات الجنود له بالتوقف وهو في طريقه لشراء قالب حلوى بمناسبة عيد ميلاده. وفي غزة شارك رئيس وزراء حكومة حماس المقال إسماعيل هنية في مراسم التشييع وطلب بوقف سياسة القتل في الضفة الغربية. طبعاً نحن نستنكر هذا الاستهداف لأحد الشهداء أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، ونؤكد بأن يعني هذا ترسيخ للعنصرية الإسرائيلية والهمجية الإسرائيلية، ونطالب حقيقة يعني كل من يعنيه الأمر تدخل من أجل وقف الاعتداءات على أبناء شعبنا في الضفة. وتشهد مدينة الخليل توتراً بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، حيث قتل فلسطينيان في مواجهات مع القوات الإسرائيلية الشهر الماضي. واستنكرت السلطة الفلسطينية مقتل محمد السليمة وقالت إنه يأتي تنفيذاً لسياسة الحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف على حد قولها.